40. ما شاء الله. ده تواضع. لا احنا بنشكر حضرتك كمان على يمكن كل مهرجان رياضي مشاركه تكلينا شرف ليا حضرتك المحترمه. زي ما حضرتك شايف النهارده يمكن ده لقاء المهرجان الثاني بعد المنوفيه، والاثنين بيعلنوا عن طريق للدرجات. بنشكر طبعا وزاره البيئه مع المحافظه من خلال منهجيتنا وكل الشباب الرياضي وكل نشاط رياضي هو هدفنا، وكمان هدفنا ان الناس تمارس، الناس تجري، الناس الممارسه الرياضيه، ودي حاجه ان شاء الله تكون اسلوب حياه للمجتمع، وده اللي احنا عايزين نعمله. دكتور اشرف، يعني المهرجان بيتحسن اداؤه من مرحله للثانيه، دي ثاني دوره ليه، هل في النيه هيكون في دورات قادمه بعد الفيوم، ولا يعني كانت المنوفيه او الفيوم هي في يوم الاثنين الجاي يمكن دوره ثانيه من دورات الكليه الرياضيه؟ الكليه الرياضيه يعني الناس تمارس معناها بالبلد كده، ففي تصفيه محافظه الفيوم علشان تصفيه كل محافظات مصر الوسط، دي هتبقى سباقات العامه مش سباقات الرياضيين او لاعبي الدراجات يعني، فبالتالي مش مجرد محافظه، وبعدين كل محافظه ان شاء الله يكون في مشروع طرق مخصصه للعجل، هتكون برضه بنفس طريقه التعاون. واعتقد القاهره بنعمل حاجه كبيره دلوقتي مجهزينها لسه، اللايف لاين بتاعها تكبير، هيكون موجود برضه للدرجات.